ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تفاجأ عدد من المتتبعين والبرلمانيين الذين حضروا اليوم جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بالمستوى الهزيل في اللغة العربية الذي ظهرت به إحدى النائبات البرلمانيات عن فريق الوحدة والتعادلية التابع لحزب الاستقلال. وظهرت النائبة البرلمانية وهي تتلعثم أثناء تناولها الكلمة لطرح سؤال موجه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي حول مستثمر مغاربة العالم، وبالكاد استطاعت إكمال السؤال أمام استغراب الحاضرين، في حين أكد نشطاء أن البرلمانية لا تتقن اللغة العربية كونها من مغاربة الخارج. سيد الرئيس، سيد الوزير، نواب محترمين، نسأل سيد الوزير المحترم عني استراتيجية الكافلة المهم بغيت نسول الوزير على سهولة اللي غيكونوا لهاد المستثمرين من العالم مغاربة العالم، وشكون هما السؤالات اللي كيكونوا باش نعاونوا، التسئيلات اللي كيكونوا باش نعاونوا هاد الناس المستثمرين على برا. سيد الوزير المحترم، حنا عارفين كنا بان صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله عطاه واحد الاهتمام خاص المغاربه ديال العالم، وهادو نيت داخلين في المجتمع المغربي، راه تقريبا 5% الشخص اللي على برا، انا واحده منهم ومستثمره. هاد الاهتمام ترجم من قبل الحكومه باستراتيجيه الوطنيه ودوليه. سيد الوزير، كنتظروا منكم واحد تبسيط ديال إجراءات إدارية، ده هو المشكل الكبير. خلق في 2002 شباك الواحد جيشي يونيك، ولكن خدمه، ولكن محتاج بواحد الأداة تشكيل، وفيما يخص المرافقة المستثمرين من البداية إلى النهاية حتى نوصلهم النجاح إن شاء الله. مستثمرين محتاجين بالأنشطة محلية، في مثال الأرض، ثمن الأرض طلع نص المبلغ ديالهم باش يستثمروا كيمشي لهم في الأرض، كيخص ضروري واحد الثمن مناسب. شكرا السيدة النائبة المحترمة.